نظمت القوات المسلحة زيارة لوفد من جمعية رجال الأعمال المصريين والأفارقة وعدد من السفراء الأفارقة إلى مركز الطب الطبيعي والتأهيل وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة ومصنع الأجهزة التعويضية ومساعدات الحركة بالعجوزة. شملت هذه الزيارة عرض إمكانيات المركز وأقسامه، كما تفقد أيضا الوفد مصنع الأطراف الصناعية وعددا من المراكز والوحدات التخصصية. وقدم سفراء الدول الأفريقية الشكر والتقدير إلى القوات المسلحة على إتاحة الفرصة لهم للإطلاع على كل ما هو جديد في المجال الطبي، كما أشادوا بما شاهدوه في المركز من خدمات طبية متطورة.